طبعا يعني من الحقائق العلمية المؤكدة أن مصر بتستقبل سيول زيادة عام عن عام، ودي أصبحت حقيقة واقعة نتيجة التغيرات المناخية. بقت عندنا مناطق في مصر لم يسكن فيها أمطار أصبحت تسقط أمطار، وهذه نعمة من ربنا، فإحنا بنحاول نحصل هذه المية تصبح نعمة بدل ما تصبح نقمة، وهو ترويض السيول. والسيل معروف طبعا كمية مية بتنزل في وقت قليل بكمية كبيرة فتسبب خطورة على البشر. فإحنا نقدر نقسم السيول إلى جزئين، جزء بيمر بشكل آمن إلى البحر أو الخليج أو النهر، وبالتالي بيستفاد به سواء إذا كان في نهر النيل فهو بيستفاد به، إذا كان في البحر فهو مطلوب الناحية البيئية للبحر وللكائنات الحية. أما هناك نوع آخر وهو السيول المدمرة التي تمر وتعترض بعض المستثمرات ولها خطورة على البشر، هنا بنبدأ نتدخل وبنعمل مجموعة من المنشآت. عندنا 10 محافظات اللي حضرتك أشرت فيهم، من أكثر محافظات عندنا جنوب سيناء هي أكثر محافظات مصر استقبالا للأمطار والسيول، بحكم وجودها بين خليجي العقبة وخليج السويس اللي يتميزين بالجبال، فبتنزل المية مرة واحدة بتندفع وبتدمر الاستثمارات. وبالتالي خطة الوزارة في جنوب سيناء يمكن هتاخد النصيب الأكبر من الاستثمارات. بنعمل دلوقتي حماية طابة، لأول مرة طابة يتم حمايتها من عمل السيول في تاريخ طابة، لم يكن فيها نوع من عمل الحماية حتى جاءها السيل في شهر 4 الماضي وضيع استثمارات حوالي فوق 400 مليون جنيه على المستثمرين والبلد كلهم أموال مصريين يعني أولا وآخرا. فبنعمل حاليا اعمال حمايه الطابه بحوالي استثمارات 55 مليون جنيه بتمويل من وزاره الري. بنعمل تمويل اخر في وادي وتير 255 مليون جنيه. بنعمل حمايه في وادي غرندل 112 مليون جنيه. بنعمل حمايه 96 وحده في منطقه دهب ب 3 مليون جنيه. ده الاعمال اللي تم اسنادها في الشهرين او ثلاثه، يعني بنتكلم فوق 400 مليون جنيه بنعمله مره واحده، خير من ان بيئه سيول وتدمر هذه الاستثمار. ده برضو ما بيعفناش ان بقيه التسع محافظات الاخرى في الوقي الابلي من اسوان جنوبا حتى اسيوط شمالا كلنا مجموعه من السدود والبحيرات تقام في الوقت الحالي، بحيث ان شاء الله ننتهي منها في ابريل القادم وقبل موسم السيول كما حدث العام الماضي.